من دافع الفطرة ومن سر الإلهام أسرجت من فكري خيول المعاني كن الورق يقرأ بهن وبل الأقلام يوم انتثر لمه وكنا حواني على سلامة سيدي درع الإسلام هداج تيمة لصعك النسواني أجروا ثواب وخاتمة كل الآلام منطوق شعبك به تغنى لساني يا سيدي الأول مرض عارفك حام وابعد ودور له على إنسان ثاني يا سيدي الأول مرض عارفك حام وابعد ودور له على إنسان ثاني ولو فيه دم وعلق سر الأرحام ما كان يدور في جسدك المكاني يا سيدي الأول مرض عارفك حام وابعد ودور له على إنسان ثاني ولول مرض حي تنقلها الأقدام والله فلا رأسه يشيله ثواني يا سيدي الأول مرض عارفك حام وابعد ودور له على إنسان ثاني لنك ذرى وظلال يا الطود وحزام لديني لو قرب عليه بهواني يا سيدي الأول مرض عارفك حام وابعد ودور يا سيد الدولة ويا ركب الأقدام أسقيت أنا شهد الحياة أسقياني يا سيدي الأول مرض عارفك حام وابعد ودور ماضيك حاضر تفتخر فيها الأنام حتى العدو يبصم بعشر البناني دونت بالتاريخ لك فصل الأتوام في علم طب حاز منك الضماني واخرجت من جب السياسات بحكام جمعا خطت خطي هد المباني ومبادراتك ما لهم فكر لمام إلا أنت فكرك كن الهن مكاني واقرب مثال اللي ترك داره وشام وقفة وضاقت به جميع المواني فكيت له بابا من العز ميضام وانت مذر ومزبان عن كل جاني وفي عصرك الايتام ما صاروا ايتام الحقتهم والجود مد الحناني يا سيدي والجوف يرقب للإعلام متى من الديوان يصدر بياني يضم صوته للمناطق والأنام يقرأ عليك بصمت سبع المثاني وهذه مشاعر لابت انشبت الخام وهودت على رؤوس النياق المزاني أهل الولا قدام يرفعنا الأعلام لمعزي اللي شد هذا الكياني واليوم تجديده علينا لك إلزام يا معززا مجدا تحدى الزماني مجدا وظله فيه شعبا وحكام أهل الجزيرة كل قاصي وداني أصواتهم لو جتك في وقت الإمام سريت والوجه سهيل اليماني يا خادم البيتين يا محقق أحلام شعب على شوفك كثير الأماني
متى البشاير عنك تلفي بالقدام غيبتك حملا ما قوتها المحاني.